دير انجينيرز، بهيدي السيشن رح نكمل مع الجنرال توبكس اللي سبق وبلشنا فيها. خلصنا الستيرز، خلصنا الريتينينج وولز، هلا حنبلش ب تو سبيشال توبكس ان ريفورس كونكريت ستراكشرز اللي هن الكاربل او البراكت واللج بيم. مثل ما شايفين بهيدي الصوره اللي هون، في عندي بري كاست ستراكشرز اللي هن الهولو كور سلاب. هيدا الهولو كور سلاب انا بدي اعمل له سبورتنج سيستم، عاده بيكونوا سبورتد على بري كاست بيمز. هيدي البري كاست بيم هي اللي بدها تقعد على البراكت، يعني هيدي البراكت طالعه بارت، هو طالع من الكولوم تو سبورت بيم. هيدي البيم بدي احط عليها انا شو البري كاست ستراكشرز اللي هن الهولو كور سلاب. طيب هلا هون نحن حنعمل زوم ان وحنعمل ديزاين لهيدا البراكت او لهيدا الكاربل اللي هو الشورت كانتيليفر طالع من الكولوم، يوجوالي يستعمل تو سبورت البري كاست ستراكشرز. هلا مثل ما سبق وحكينا، انت كستراكشرال انجينير لحتى لا تقدر تعمل ديزاين لاي ستراكشرال اليمنت، اول شغله لازم تعرفها شو هن الستريننج اكشنز، يعني شو هن الفورسز اللي بيتعرض لهم هيدا المنبر. هلا بالنسبه للكاربل او اللي هو البراكت واللج بيم اللي حنحكي عنها ليتر اون، المين ديزاين لهم هو to avoid the types of failure، يعني انا بدي سلح هيدا الستراكشرال اليمنت based on failure criteria او based on failure modes. يعني هون بهيدي الصورة اللي هون موضح لي الفور تايبس اوف فيلر مودز اللي ممكن يتعرض له هيدا البراكت. طيب بيزد على هيدا الشيء انا شو بقدر اعمل؟ بقدر سلح هيدا البراكت او اقدر اعمل له ديزاين، يعني تو ديزاين هيدا البراكت. انت حتسالني شو هن الستريننج اكشنز اللي بيتعرض لهم، هيدا اول نقطه. شو هن الفيلر مودز الاكسبكتد انه يصيروا في لهيدا الممبر. هلا لنبلش نناقش موضوع الفيلر مودز بالكاربل او بالبراكت، الاسمان بيصحوا. عندي 4 types of failure modes. اول failure mode هو الشير فيلر او الشير بلين. اذا منلاحظ نحن هيدي الفورس VU اللي جاي من وين؟ جاي من البيم، من البريكاست بيم، والبريكاست بيم سبورتد عليها بتكون الهولو كور سلاب او رينفورس كونكريت سلاب الى اخره. هيدي VU شو عم بتسبب لهيدا الكاربل؟ اول شيء هيدي الفيو لحتى لا تنتقل للكولوم بدها تنتقل على بلين اللي هو هيدا البرين اللي هو الكونكتيفيتي بين البراكت وبين الكولوم. مثل ما شفنا انه هيدا البراكت طالع من وين؟ طالع من الكولوم، هو بارت من الكولوم، وبالتالي الشير فورس اللي جاي عليه من البيم بدها تنتقل للكولوم لتنزل للفاونديشن. وبالتالي هون ممكن يكون في عندي شيء اسمه شير فيلر. لما اقول انا شو معناته شير فيلر، معناته الكونكريت is not able to transmit the force للكولوم through reinforcement معين لازم نحن نحطه. يعني اول شيء لازم ننتبه انه ممكن يكون في عندي شير فيلر، وبالتالي لازم يكون في عندي انا شير reinforcement to transfer the VU من الكاربل للكولوم. تاني شغلة تنشن تاي. التنشن تاي حسب الرقم هو التو. شو معناتها هيدا التنشن تاي؟ التنشن تاي ديو تو شو بيصير؟ اذا بنلاحظ نحن هيدي الفيو، هيدي الفيو عندها سبان اي فورس بالديستانس. شو بيخلق عندي؟ بيخلق عندي مومنت. هيدا المومنت حيخلق لي تنشن توب كومبريشن بوتوم. ليش؟ لانه كانتيليفر، وبالتالي لازم انا حط رينفورسمنت تو ريزيست هيدا التنشن. يعني اول تنشن بيخلق عندي بالممبر هو ديو تو بندنج مومنت ديو تو في يو. طيب تاني واحد حسب ما نشوف في عندي فورس اسمها ان يو سي. هيدي الان يو سي ديو تو شو؟ ديو تو تمبريتشر افكت. نحن لما نثبت هيدا البيم البري كاست بيم عليه لهيدا الكاربل، هيدا البيم بيكون كونكتد مع البليت، وبالتالي due to temperature effects هيدا البيم ممكن يعمل elongation او ممكن يعمل shrinkage او ممكن during placement
نحن إذا منلاحظ أكيد هيدا البيم مع الوقت بده يتعرض لبندنج، وهيدا البندنج معناته بده ياخد شكل جديد البيم. إذا كان هو ريستريند من الحركة، ممنوع من الحركة هون، ريستريند من الموشن، وبالتالي حكما شو حيخلق على هيدا البليت؟ حيخلق outward force. هيدا outward force هي عبارة عن شو؟ عن تنشن عم بينقلها البليت لمين؟ للكاربل. هيدا الكاربل بده ينقلها لمين؟ للكولوم. through what؟ through التنشن reinforcement. وبالتالي نحن التنسايل reinforcement اللي عنا اياه شو لازم يغطي؟ لازم يغطي two types of forces. اول شيء ال NUC اللي هي direct tension force due to restriction على الموشن للبيم اللي قاعد على البليت، وتاني شغلة ال VU ضرب ال A حيخلق لي مومنت، هيدا المومنت حيتحول لكوبل تنشن كومبرشن، وبالتالي هيدا الرينفورسمنت التو اللي هو التنشن لازم يعمل ريزيست لكومبايند افكت، هو التي من الاميو زائد الانيو سي. طيب الثيرد مود اوف فيلر شو هو؟ الثالث مود. الثالث مود هو الكومبرشن سترات. شو معناتها كومبرشن سترات؟ اذا انا في عندي فورس ابلايد فيرتيكلي حيكون في عندي انا شو رد فعل عليها من وين؟ من الكونكريت، من البيم اتسلف، من الكاربل، وبالتالي في عندي كومبريشن سترات. كومبريشن سترات معناتها ممكن شو في يكون عندي انا كراشينج ان كونكريت. طيب لامنع الكراشينج ان كونكريت شو لازم انت كستراكشرال انجينير تعمل؟ عندك تو سوليوشنز. اكيد بدك تعتمد على الاف برايم سي اللي هو الكومبريسيف سترينث للكونكريت، وتاني شغلة شو لازم تعمل؟ لازم تعمل confinement bars. حنشوف شكلهم كيف بيكون. يعني هون حنعتمد انا على الـ F'C لانه it's a compression failure يعني crushing. وتالت شغلة لازم شو استعمل انا؟ لازم استعمل confinement bars يعني شيء بيشبه الستيرابس، closed stirrups. وتالت واحد واللي هو localized bearing. شو معناتها bearing؟ bearing معناتها two elements supported على بعض. through what؟ يعني انا في عندي هيدا البيم اللي هون supported على البليت، يعني الالمنت اللي عم بينقل الشير VU للكاربل هو مين؟ هو الستيل بليت. طيب اذا منلاحظ الستيل بليت عادة هو مادة اقوى من الكونكريت، وبالتالي ممكن على هيدي الكورنر اللي هون بما انه هي weak zone ممكن شو يصير في عندي localized bearing. ليش؟ لانه تو ديفرنت ماتيريالز عم يضغطوا على بعض، او حتى ممكن يكونوا اثنيناتهم كونكريت، بس اذا بنلاحظ نحن انه هيدي الديستانس للادج كتير قليله والفي يو ممكن تكون عاليه، وبالتالي ممكن هيدي الكورنر تضغط على هيدا البارت من الكونكريت شو يعمل؟ يكسره. وبالتالي هون شو في عندي لوكالايزد بيرينج. طيب كيف في يعالج انا اللوكالايزد بيرينج؟ بطريقتين. ممكن انا احط هون ستيل انجل، يعني ممكن انا احط قبل ما احط البليت هيدي البليت اللي هون شو بحط عادة؟ بحط انجل ستيل انجل على الكونكريت. هون حيجي عندي انا الكونكريت اريا تبعت الكاربل، وبالتالي شو عملت انا؟ عملت مثل الرينفورسمنت لهيدي الزون اللي هون، نعت انه يصير في عندي اي بيرينج فيلر. او شو ممكن كمان؟ ممكن احط اديشنال بار. اديشنال بار لوين؟ لجوا، يعني على عرضه لهيدا البراكت، هيدا البار تو بروتكت هيدي الاريا اللي هون كمان، واكيد باعتماد على شو؟ على الرينفورسمنت اللي جاي. بس مينلي ممكن نروح لستيل بليت انجل، شكله انجل، شكله ال تو بروتكت هيدي الزون فروم بيرينج فيلر. من بعد ما عرفنا نحن التايبس اوف فيلر اللي ممكن يتعرض لهم هيدا الكاربل، صار فيك تعمل انت ديزاين لهذا الكاربل بيزد على شو؟ بيزد على to avoid any type of these four failure modes. إضافة أنه أنت بتعرف الستريننج أكشنز اللي هن الـ VU بده ينتقل through هيدا البلين ليوصل للعمود، يعني هيدا شير بلين لازم to provide reinforcement. كيف لازم يكون شكله؟ لازم يكون شكله perpendicular على الـ failure plane. لازم حط أنا reinforcement to resist flexure due to VU ضرب الـ A plus الـ NUC اللي هو الـ direct tension اللي بده ينتقل لهيدا البار، ولازم حط confinement bars
to avoid the compression strut او انه اعتمد على F prime C عالية. واذا بدي عالج localized bearing في حط انا هون يبار لجوا او انه حط steel plate. هلا من بعد ما عرفنا كل الفيلر مودز وشو الرينفورسمنت اللي لازم يرحط وشو الستريننج اكشنز اللي لازم انا اعمل ديزاين اكوردنج لإلها، صار فينا نروح لاول اكزامبل ونشتغل عليه.